ثبت إلي عزوي موجودك ستنا اهلا يلا خبرينا عنك نحن وين شو بتعملي شو رح ناكل بمقل الخف جرد صنين بنعمل مناقيش على الصاج جبنه زعتر كشك لبنه قورمه مشهورين نحن بالبيض وقورمه اكثر شيء القورمه يعني لانه بعملها انا عقيده سبيسيال مش انه بشتري قورمه خالصه هلا بتذوق وبتشوف انه قديش طيبه ولبنه صح لبنه مع خضره مع زيتون وخبز سخن وشو بدنا نقول لك بعد او هن اهم شيء القهوه خلصت القهوه ايه خلصت اكيد نحط هون السخن Good morning. مرحب كيفكم اليوم؟ قلت لكم انه بريك ما في فنحن بلشنا من صنين يعني اخذت معي شوي الطريق وبرمت على طريق غلط ورجعت وهلا رجعت لهون خلينا نبلش اول شيء شو رايكم فرجيكم المنظر فرجيكم قديش حلو هلا بقول لكم على قد قد العلو نحن بجرد باسكنتا بسمع صوت العصافير انا شغلتين وعم استعملهم اول شيء انتبهتوا ايد ما بقى عم تهز نيو تكنولوجي والميكرو الجديد الكبير يلي هو بيعطي كل الاجواء الحلوه من بعيد رح تشوفوا الغيوم هيدا الطقس هيدا هي الاجواء اللي عم تشوفوه قدامنا فوق هيدا اصبع فوق هيدا بيست سكي تبع الزعرور الغيوم وهيدي هي الأجواء هاي هلو طيب نحن عن ساج ام فادي رح نبلش هلا دغري الترويقة ايه يلا بلش يلا ردي رح تشرب قهوة بلشي يلا اوكي رح نبلش طيب ليش الناس لازم تجي لعندك؟ هلا بدنا نعمل بدك بعينيها ليش؟ لأنه أنت طيبة ما بعرف أنا هيك بقول هلا بتدوق بتقلي طيب والعجينة تبعك كيف معمولة شو سبيسيال فيها؟ سبيسيال فيها بعملها غير كل العالم قمحة وطحين أبيض بخلطها إلي خلطة خصوصي يعني بعمل خلطة خصوصي سر المهنة مثل ما بيقول هلا بتدوقها وبتعطيني رأيك فيها هلا لأن بالبراد شوي جديدة هلا بترخي طيب المطعم هون بيجر عندك ترويقة غدا عشاء اي ساعة بتسكر غدا عشاء من الصبح لليل نحن هون اوكي ساعتنا بيجوا نستقبل العالم عم جرب اهرب من براد البيبسي بس ما عم تزبط معي ف يعني يا تمام تمام لكن الساج عم نحكي عن قمحة كاملة ايه فيها سكر؟ ايه شيء لا يسكر يعني ما فيني ما احط الله يعني بس لتتحرك شوي ايه لا تتحرك بس رح نبلش اول شيء بالجبنة بالجبنة الناس اللي بتيجي بتاكل عندك ايه؟ بيض قورمة قورمة القصة كلها قصة كلها القورمة ايه فبنعمل قورمة مع جبنة والجبنة القصة كلها لأن مش من مكان بجيبها هي عكاوي تشيك الأصلية اها ايه هلا بتدوقها وبتشوف
خفف نفسي احسن ما تحترقي. خلينا نطلع معها. اليوم نال اجت معي. الو ولا ما حدا نايم نهار احد الصبح في صاروا 210 روحوا ناموا. نجرب إيه إذا في هز شوي خد دقيقة بس. أوكي. We're good to go. ترجع أنت. طمنيني. كيف اللقطة؟ Hi big boys. إيش الحال؟ All good. بس مش أنا بتحكم فيها هاي إيه؟ صح. آه. تكنولوجيا. برافو حقيقة برافو. Proud of you. عبيك وترجع تشوفوا المنظر. تعرفوا اليوم على بكرة وعيت وعم بفكر. بس عم فكر طالما تعودنا على بعضنا نحن على اللايف عم فكر صلي من هيك على بكره عم بقول بتخيلوا بكره بالشتويه رح تشوفوا ايش حلوه. بتخيلوا بكره بالشتويه ساعه رح نصور لايف بالثلج ساعه رح نطلع نعمل سكي لايف ساعه رح نطلع نضوي الستوف والصوبيا والقوارمة والاشياء الطيبة كتير كله لايف. عم بتخيلوا بس ملا شتويه رح تكون قدامنا يعني ناطر عم بعد الدقائق تاول ثلج نكون عم نعملها سوا. وبتذكروا شفتوا كل الفيديوز اللي حضرناهم نطلع على الثلج الفتح الطرقات و I'm a winter person ف can't wait can't wait. قبل ما نوصل نتروق خليكم اليوم نهار طويل خليكم معنا تقريبا على الساعة 4 5 بعد الظهر في لايف تاني من الباروك ومن اكيد بنهار اذا وقت الغداء في واحد ثالث. Let's see how it goes. Enjoy the view. انك ما كثير مهضوم معي اليوم جبت لك قهوه كثر خيرك هيك منظر وهيك قاعده عم تشوفوا الغيوم من الباك جراوند هلو فراس هاي بيج بويز هاي ماري هاي للكل سامر سيريل هاي سامر هبة علي جمال تعال نرجع لفادي خبرينا هالمحل كيف اجت الفكره امتى بلشتي وليش بلشتي ليش عملتي صاج خبرك القصه طويله هي هلا انا اخذنا شقه ببيروت وتضايقنا شوي قعدت جوزي فكرت انه اعمل مش انه انا فكرت خيي اللي كان قايل لي على القصه قال لي اختي ليه ما بتعملي صاج انا مش كثير متعلمه ما بقدر اتوظف بشيء قال لي خيي ليه ما بتعملي صاج قلت له بحياتي مش لقطه عجين كيف بدي اعمل صاج قال لي بتتعلم انت ما تعلمت على العالم وهيك صار وتعلمنا فتحنا اول شيء على الجميزه من 15 20 سنه فاتحه على الجميزه انا وبس فتحت مش شغلي نار 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 تحت ما تصدق قد ايه يعني كيف وصلت لهون كيف وصلت لهون باخر اخر 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 الدنيا هلا بيحرز المشوار بس كيف وصلت لهون كيف وصلت لهون هلا انا لما جوزي طلع التقاعد ما بقى في عنا مصدر يعني ساعدنا شوي وبتعرف هالايام وهالظروف يعني ولادي عندي اربع شباب الله يخلي لي هن بس ما فيني اتكل على اولادي بدي اتكل على نفسي انا عامل لهم لاولادي انه بدي افتح هون على الصاج صار يضحكوا علي انه وين بدي اجي لهون بس كتر خير الله انا فتحت ومشي شغلي نار اريانا اريانا هلا شفتها ثانك يو سو ماتش فور ذا كونتريبيوشن مش شغلك الناس تجي اكثر شيء عندك على الترويع او بيجوا بيقضوا الغداء وشو عندك غير الصاج ما عندي ترم كل اي ساعه ما بيجي حدا بستقبل يعني لو اجى اجي الناس اليوم 11:30 بالليل استقبلتهم انتوا نايمين هون ايه نحن نايمين هون بدي اقولي نحن طالعين بستقبل الكل ما بقول لحدا لا طب غير الصاج هلا في عندي على الكرسي كمان بيجيب مثلا اكلاتهم معهم بياخذ على الكرسي وفي عندي
انه بدهم بطاطا بحضروا، بس بيحكوني قبل بوقت بدهم بطاطا، فتوش، تبوله، حمص، متبل، كل شيء يعني، بس بيحكوني قبل بوقت. هذا خبرتونا عن the new technology. مشان بتحسوا انه ما في هز اليوم؟ حمل 3 كيلو زياده على ايدي كرمالكم. بس اللي عم بيتهضمن في غير اسمي بليز، احسن ما نعمل بلوك. لكن هيدا شو؟ هيدا لبنة وقورمة. لبنة وقورمة. القورمة من السوق. لا انا بعملها، اعوذ بالله، من السوق. جرفنا من السوق. بقعد نص نهار عند الحامل لأمن القوارمة. يلا ماما زقون عالطاولة هون. طب خبريني عن القوارمة، خبريني. بدي شيل الجبنة تاخدها. ايه قلي. زياد حميدين، thank you so much، much appreciated. طب خبريني عن القوارمة، لحمة شو؟ لحمة بقر مع لقية غنم بس على الحل. ما بحط لا زور ولا شيء. اوكي. لحمة بقر، كيف واحد بياخد قرار إذا لازم يعملها لحمة بقر أو لحمة غنم؟ لا غنم ما بتوفي معنا اول شيء، ثاني شيء بتطلع كثير دسمه. ما بدنا نضر الزبونات يعني. اوكي. هبره وليه ما بتضر، مش مثل الشحم. نعمل هبره وليه. يعني كل كيلو هبره بده نص كيلو ليه. بقصدوك كرمال القوارمة. ايه اكيد اكيد مقصود كرمال. ما تعرفنا على الشباب، عرفونا عنكم. كيف كله تخبى. لا منفضل. لا انتوا اربع شباب. اربع شباب مع يعني. الوالده صحيح. اوكي. يعطيها العافيه يعني، كفايه موفيه. ماشيين هون كمان معها وبتجوا بس تساعدوها؟ لا سبت احد هون بس. نجي بنساعدها شوي سبت احد، ما بتلحق. بسم الله. هلا بتشوف اليوم اذا بقيتوا لبعض الظهر قد ايه بتعجوا هون. يلا ان شاء الله خير. عظيم. Great to hear that. هيدي لبنه مع قورمه. ايه حلو الشمس عندك، قد ايش علوها؟ كثير قوية. شوف بس قد ايش علوها. هون 1740. 1740. اكزاكتلي. خد بلش تبعدي. حد الله بشوي. مظبوط. هلا شو بدي اعمل؟ عن جد الطقس عندك روعة روعة روعة. عامل خبز شو اسمه. هاي عبد الله. سوري عم بجرب لحق اقرا قد ما بقدر من الكومنتس، بس عم بجرب اهرب من الشمس، عم بجرب اهرب من براد البيبسي شوي تما يطلع وجه للمدام اسود. مدام بدنا نشيل هالبراد، ما بيصير بهالقد بالطبيعه يكون في دعايه هالقد كبيره لبيبسي. شو بك بدي اشيل؟ بنحطه جوا ما بعرف. عن جد عم تحكي؟ شو بشيل؟ هلا انا عم بحكي جد، بس انه انت بتعرف اللي بدك اياه. مش هلا بعدين. وين ماما شحن اللبنة؟ ببرد زيف، برد زيف. ايه هنيك. بدك ترجع تدلينا الطريقة المضبوطة تنوصل لعندك، مش كيف دليتيني إلي، كيف دليون إلن. ايه. يلا خبرينا، كيف يوصل لعندك؟ أنت طالع من باسكنتا. أوكي. ايه بس توصل على مفرق قلبك تطلع فيه على صنين، ما بتطلع على صنين. يعني صنين هيك نحن دغري، محطوط أرما ساج إم فادي كبيرة. بس يطلعوا فيها بيطلعوا من حدا دغري. يعني أهين شي يجوا من طريق باسكنتا. ايه وهي كمان الزعرور هينة. الزعرور. مثل ما قلت لك بتجي بدل ما تطلع طلوع على صنين تنزل نزول على الشخروب، من الشخروب بعد شي كيلومتر في مفرق على ايدك اليمين بتطلع فيه وبتضلك طالع طالع، بيرجع عندك مفرق بتطلع طلوع مش نزول. محطوط كمان ارما هونيك بالرحل المفرق بتطالع المفرق شوي. اوكي. ايه. اوكي انا اكيد فهمتوا كل شيء، رح جرب زيد على جوجل مابس. يلا اعطوني دقيقه اتاكد ان جوجل مابس رح ياخذها، رجع ابعث لكم لوكيشن. بهالوقت يوجع كتفك عني. اخ دقيقة تنزيد على جوجل مابس. اعملي لهم برمة حياتي، فرجيهم الاجواء والكراسي ملونة وهيك. هلا برجع لعندي. واذا عند اذا في كومنت جاوب عليه. شو جاوب؟ اذا بدي
عندك الجبنه قبل ما تنقلها حتى تكون بعدها فلوس. شوف الاتجاهات اللي عم زاد. الا لا عطني انا في دجاجات وعن زاد. احلى شيء عنده. هاي ألا. عطني دجاجة سألتنا عنك هلا. يلا جاي رايح عندك. قلت لها انك جاي. واصل بس شوية صور. هيك طبعا دجاجة. واو جورج الهاني ثانك يو سو ماتش. بدكم تشوفوا شكلنا انا ومارينيلا. تمام اسمي لزمان جورج ثانك يو عن جد بتعقدوا كلكم الكومنتس تبعكم. انا عم بيقطعوا بسرعه صراحه. روح عم لح عن جد عم تسال عن الاولاد بس الاولاد فلينا ما كانوا بعد لبسين. رح بتقول لهم يلبسوا ورجعين حنجمع معنا على الغدا. اوكي الحين عن جد اجين جورج ثانكس ثانك يو سو ماتش. شي احلى من هيك وعي. مفكر كل الطريق ريت عنا هيك شي بيت على 1800 متر توعوا مع الدجاجات. وديك هيدا الملك قاعد هون هيك ما احلاه عن جد مثل الكينج. واو شو حلو. هاديك واو اميزنج. هلو كله بلدي. هاي ليديز بدك يعطيك العافيه. منيح وانت عزبك معنا يا عمي. مبسوط فيكم قد الدنيا. شكرا لك طب العمرك يعطيك العافيه. سلام الرب معك. والله بتعيشوا هون بعيشوا 100 سنه. الفحل وينه؟ هذا صغير الفحل هذا الذكر عندنا. طول بالك عليه كم شهر. يه 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 بخافوا من الكاميرا. هلا هي شكلها بخوف صار بس انه يلا تعال جريت طيب نروح ندوق الجبنه قبل ما تسقع. يلا ليتس دو ات. بلش اول شيء بالخبزة. اذا عم تعمل بيت بلش لعندك. بسكوي العجينه بسكوي 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 الا انا مش طيبه هلا والقوارب مش كتير 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 طريه. اللبنه حطيتها على النار قطعت لها هلا الا مش طيبه تنشوف شو ستنا العجينة عم تعلق شوي. كتير كتير طيبة كتير كتير طيبة مثل البسكويت مثل البرشينة عم تقرش. يا دلك انا رحنا فيها اربع شباب عندك الواحد قد الخزانة فين روحونا. اربع شباب كل واحد قد الخزانة هو عم بقلها العجينة عم تعلق. روعة. شوف لشوف عن جد بيضة أورمة. ألف صحة ألف صحة. كتير طرية والأورمة كتير طرية. الأورمة العجينة أقوش فاز النار أقوش فاز. هذا البيت عايشين هون عروق بتستقبلكم ببيتة بتطعميكم من أكلاتها البيض الطازة غير شكل طازة البيضة أورمة.
Thank you, Cam. Very nice. Very, very, very nice. يلا. Back. هيك نشوف شو عنا هون على الساج. هل شو رح نعمل؟ بتعملي بتعملي بيض على الساج؟ لا، رح اعمل بيض قورمة بس رح بدي اعمل قورمة ستة تدوق لوحدها القورمة. يلا جيل. يلا لشوف كيف تعملها. Cam again. Thank you so much. زدت على جوجل مابس هيك نتاكد. عمل لك اياهم للمنقوشه. ايه يلا ما بقى حط لي اياهم بس لانه ببلشت صرتوا على جوجل مابس. مبروك، فصار فيكم تبعتوا لوكيشن مضبوطه. اه تمام. كم مرت بين اول ما بدي بالنهار؟ هلا حسب ما ايام هلا هالفتره كنت بالاول ما لحق، كل جمعة بدي اعمل 10 12 كيلو 15 كيلو. بس هالفترة على كورونا خف نتف الشغل مش كثير لانه غليت القورمة، معك خبر. مزبوط اكيد. ايه هلا بنعمل قورمة من لحمة المعزة؟ ايه بجوز، ايه بصير، بس بدك تحط لها لية، بلا لية ما بيمشي شيء. ما بيمشي شيء بلا لية. هيدا رح نحطها بالمنقوشة؟ ايه هلا شوف. واو. وهيدي القورمة سادة. ستنا في بس أربع أشخاص عم يحضرونا من كل العالم. أربعة بس. أربعة، ثلاثة ونص هول. 430 من كل بلدان العالم. أستراليا، كندا، أمريكا، أوروبا، السويد، السعودية، الأردن، الكل، أوكرانيا. راحت عليك. راحت علينا، شو بدنا نعمل؟ طالعين عم بتضوا تحت رجليك مناقيشي كمان. صح. طلع أجواء البيت شو حلوة. أجواء العائلة وهالست اللي ربت لاقت، شو بيقولوا اللي بربي بلاقي؟ ايه ايه تعبت ولاقت. تعبت ولاقت صح. كام ثانكس اجين مارينا. مارينا ميرسي. كثير طيبة عجينتك، كنت عم بمسك. ألف صحة. أي بعرف طلعوا القرشة. أيمن يسير ثانك يو. عن جد يا ريت في شي طريقه اقدر اكتب معكم واقول لكم ميرسي او بتعاقدوا كلكم بتعاقدوا. لكن حطينا العجينه، ها شو قايلته، حطينا العجينه، عملنا البيض، بيض بقورما. عبد ممنه وكام ثانك يو ثانك يو ثانك يو. رح نوقف صور من ايش اطلع، يعني اطلع انا على الكاميرا واقول لكم ثانكس 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 اجين اند اجين. بتعاقدوا ميرسي ميرسي ميرسي. اوكي اوبس ستابلايزر. كام اجين ثانكس 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 ثانكس. شو هيدي شو هاي شو هاي يا جماعه، ما بتعرف شو عم بصير هون. لك الريحه اللي هون، الالوان، الدوقه بعد اكثر طعمي غير الشكل. بدها هيدي بندورة معها. ايه في بندورة على الطاولة معها، بقلبها ما بينبق لها. ايه بقلبها بصير كتير سخنة. ايه تسخن بندورة مش طيبة، هيك طيبة مع بعضها. والله يا ريت عن جد، يا ريت في شي طريقة أقدر أفرجيكم شممكم الريحة. جبنة سقعة. جبنة سقعة يلا جاية، بس مش هترك البيض وحدة، يمكن حدا يستحليها على الطريق. دقيقة دقيقة، ضلني واقف حدا. فيمكن. عن جد يا ريت فيكم تشموا ريحة. أيمن يسير. شكرا 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 ثانك يو. هاي بتعقدوا بتحطوا الضحكة على وجه اللي ما بيضحك حيطر. أنا بضحك كثير، بس أنا عن جد كلكم سوا 500 شخص صاروا واعيين تنتروق كلنا مع بعضنا. بتعقدوا. يا ريت كل النهار بتضلكم معنا. هلا بعد في الغداء وبعد في بعد الظهر عاملين شيء سيربريز كثير حلو الباروك.
Isaac, Isaac Tronics, thank you. جرب قرب بلا ما نحرق الدنيا بس مش معقول شو حدا. كم بيضة المنقوشة فيها؟ ثلاث بيضات. ثلاث بيضات وأورمة؟ شي ثلاثة أو أربعة دقائق. هاي حاطين أربعة دقائق. في ناس تجي ماشية بتجي بتمشي قدامكم يعني بيجوا بياكلوا بكفوا هايكينج؟ إيه هيدي بتعطي النشاط كله. إيه أكيد. في ناس بيطلعوا من هون على بكيش. في عنا الجبل فرجينيكم الجبل من فوق، هيدا جبل بكيش وجبل صنين اللي كتير مشهور هو الجبل اللي فوقنا هيدا اللفة كلها سوا، من هون بيطلعوا على جبل بكيش، نحن هلا على سوية تقريبا البيس تبع الزعرور تاني ميل، يعني تخيلوا قديش في تلج بالشتوية هون. هون بالشتاء الخيمة هي اللي شايفها هونيك التلج بيوصل على سويتها تقريبا، يعني 3 أمتار تقريبا 3.5 حسب التلج. يعني نحن بنجي بالتلج بندعس عليها من فوق. يعني بنجي كل سنة عنا صور إذا بدك ببقى ببعث لك إياه هون. يعني شيء كثير حلو هون بالتلج، منظر رائع بعقد. بكره رح تعزمني بالتلج تنعمل شيء سبيسيال ونجي نفتح بس لليلة ونعمل شيء روعة بالتلجات. حتى عم نبقى نحن لتشرين لكوانين أيام عم نبقى. إنه هيدي الخيمة الجديدة مسكرينها وبنحط بقلبها بابور حطب وهيك. فصارين عم نفتح لكانون يعني، الله راد بالتلجات بنشوفك هون. إن شاء الله. هيدا منه بوبي، هيدا أكبر بكتير من بوبي بس شكله كتير حلو، شكله رسي نايس دوغ، very nice dog. جيناش حلوين ووقفته لا. يعني هون بالجرد ما فيك الا ما يكون عندك كلب حراسي، يعني نحن باخر الدنيا فهمت كيف؟ يعني اجباري انتوا وحدكم يعني هون عمومتي البيوت هون عمومتنا والعائله عائله بيت علم هون يعني كلها كلها لالنا هون ورا الجبل بيصيروا الارزات ما قلت لك ارز ارزات الكتائب اوكي ورا الجبل بيصيروا هون يعني اول أوكي. ما تطلع يعني هايكينج شي نص ساعة بتوصل على الأرزات من عنا. The next technology عم بشتغل على الموضوع. The next technology أنه نكون إحنا عم نصور نلقط التليفون بالدرون ونطير ونفرجيكم الأمبيانس جنرال إحنا فيها. هاي the next technology بس انتروا علي شوي. واحدة واحدة. معك معك. بدي أقول لك إنه الأكل طيب سخن. يلا 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 سوري. بس لحد طريق خبز. أكلنا عايتة. هاي دي بلا. معنا شهرين. لابرادور. صغيرة العائلة هلا شو حلوة لا عم تشوف العيون؟ واو شيء مميز ليك نحن عندنا الذكر اسود بالبيت فساعات اللي بدك لابرادور عريس ايه ما تعطى الهم كنا بنجيب اسود بنتي ما قبلت ايمن سخن لك جبنة يلا مسخن الجبنة شو هي الي؟ صار لي متر قد ايه وقف حده؟ بتعرفها هيدي كيفا على شاس بيغ سا بلاس بالعربي ايش بتصير؟ ما رح جاوبك لانه بتطلع كثير ثقيله بالعربي هي كلها عليك اوفني ايدك شي توب هيدا الاور مع الحل اور مع الحل اوفني الا ميرسي لك كم 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 بدكم قهوه كم عم قهوه لا شو قهوه مش معقول الاورما دي ارجع اعمل كاتش تاني عم نحكي عن منقوشه طلع عم تنقي التنقيط فيري 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 جوسي لازم تكون كتير سخنه محمصه مزبوط شربانه كل فاتو لازم بس وين اللذه اللذه بتحطوا عليها لبنه مسقعه هذه جديده اعطوني بيكل لبنه مع كل شيء طيبة. كل شيء عم يدك لقمة لا ما هي لبنة وورمة هي معك حق بس مسقعة اسمع قرب تعم قرب من ديات السخنين قرب ميرسي سيريل يلا أول مرة مندوقة واو ملوحة الأورمة قديش سخنة شفت قديش مش معقول والأسادتي تبع اللبنة بالآخر صحيح والعجينة بس أنطوني ما نذكر إنه هيدي اللحمة ما بتضر أبدا يعني ما صح. يعني بنجيبها لحمه هبره ما فيها شيء ابدا بتزيد لها اللي هي
اوكي يعني صحيه اذا بدك تقول اتمنى يعني ما فيها واللي هي صحيه وكذا وما ادري شو انت مش ضايق هالشيء اول شيء رح ناكل توش كاتشي ثلاث بيضات طبيعيه انت مش ضايق هالشيء وانت رح تدوق هلا وانت تخبرهم قديش البيض واللبن بيركبوا مع بعض انا غيري يجي يدوق تعال تعرف شو بيك قاعدين؟ معك كوليسترول لك على بجرد تحرقهم حزيت حالي امه دوق وخبرنا من ايدك ما انا ما راح اقول شيء بليز خبرنا يلا ها انجي هي صراحه بيض وقورمة رائعه اوريدي وهلا زدت عليا اللبنه من ايديك رائعين اميزنج يعني عن جد عن جد اميزنج مش عم بقدر اوقف عنا غدا بعد شوي يمشي الحال اذا ما اكلت تعيط علي يلا ما كفى شو عم بيكون لا هي ما رح تعيط فيك توقف تاكل قادر توقف؟ لا الجبنه البلديه بدنا نتفق على موضوع انه هلا ورايح هي اول مره بحكي فيه ممنوع بقى نسميها جبنه بلديه نسميها جبنه لبنانيه لانه الجبنه بكل فخر لبنانيه بتنعمل بتضيع بلبنان نعمل نحن حلوم بلبنان بنعمل فته بنعمل بالغاري بنعمل كثير بس كلهم اخذين من عند الجيران هاي من عنا فاسمها جبنه لبنانيه ومن هلا ورايح لازم بلشوا تعودوا على اسمها ابدا ما بتضر وابدا ما بتاذي وابدا مثل ما كانوا يخبرونا نحن وصغار وانتبهوا ومدري شو بصير هيدا اذا معموله مزبوط على علو 1700 متر بحب بحنان وبالضيعه مع الخبزه هيدا الخبزة قلت لك شوي مالحة بدها تكون اجباري صح اكيد اجباري هلا اكيد كم اريانا ثانكس بسموها كمان جبنة خضرة ما بلحق عليها من قصني مع انه ربنا لونها ابيض بس انه مثل الكشك الاخضر بس لونه ابيض هي كلمة اخضر ما بعرف بس يعني طبيعي ما بعرف يمكن طلعوا ايمن ميرسي طلعوا طب فكت في فيك تشرب فكت فيك مش جيل مايلون جاي عندي جيل شو؟ بلاستيك مزبوط ما انت اكبر مني بكتير مزبوط جي غير شي بس هلأ صار يدي زيت كيف بدنا نرجع نلقط هيدا الشي بلا ما يصير كله زيت سوري 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 جد سوري اوكي ام مانجر باك يا 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 خلص الدنيا عنه لا لانه الشيط عم بيعلق سوري سوري خليكم just some technical issues and we'll be back No, that's my new toy. كل هيدا التقل هيدا اللي شايفينه هالشرايط وهيدا الميكرو الهيوج اللي فيه 2 ميكرو من جوا فهيدا الشيء اللي بضلنا ماسكه وهيدا الشيء اللي عم يحل لنا مشاكلنا فهلا رح نرجع to stabilize it a little bit سوري خليكم معي and we're back يلا هيك تعالوا عندي فادي شوف شو عنده اخبار تخبرنا اياهم ايمن ميرسي سيريل شبيب ثانك يو سو ماتش ايزاك ترونكس كلكم بتعقدوا وكل حدا عم بيحط كام كلكم عم نعمل جبنه بعد زعتر هيدا ما حكينا عن التحليه ايه تحليه عندي سمسم وزبده وسكر وشوكوبا مع موز ونسله بنعملهم ايه هلا بنعمل يلا بس نخلصها يا وهي الزعتر لكن قلنا هون الجبنه شو رح نعملها هي الجبنه الاخ هي العاده الجبنه تبع ابو ايه لا هذيك ما عشا سخنت ايه سقعت ما ضل فيها سخنه الزعتر ايه هي الزعتر طبيعي عن زعتر كثير طيبه هلا بتذوقها بتشوف زعتر من السوق ايه زعتر اكسترا يعني ما بجيب زعتر حيلا زعتر هلا بتذوقها وبتعرف اوكي ايه كثير طيبه كمان محمصه يا
طيب اذا اجوا بنات هلا هيك بنات هالجيل واجوا قالوا لك علمينا يا ام فادي نعمل صاج، بتعلميهم؟ اكيد بعلمهم. اكيد صور ما علمهم، ليه بدش علمهم؟ اريانا وكام ثانكس، حاطين تشالنج مع بعضكم؟ تتحقدوا، قاعدين حد بعض هاليوم؟ شي نهار رح نفرجيكم كيف بيعملوا قورمة. امبارح فيديو بعد ما طلع هو كيف بينطفوا المعزاية وكيف بيذبحوها وكل التفاصيل. عم جرب فرجي كشك قد ما بقدر بالضيعة. هلا قريبا رح فرجيكم القورمة كيف تنعمل بروسس من اوله لاخره. وكل ما فوت عند حدا بيعمل صاج بساله كيف تعمل الصاج، بالاخر عم خبركم كل المكونات. هي بدها بس واحد يعرف قديش مي بده يزيد وقديش بده يريحها، وكل واحد عنده طريقته. في ناس بتريحها ساعتين، في ناس بتريحها 24 ساعة، في ناس بتحط لها معلقة سكر صغيرة، في ناس ما بتحط لها سكر، بالاخر واحد بيعمل اللي لعباله يعمله بتجارب وباحساس. حكيت عنك مزبوط؟ ايه مزبوط. كيف معلم صرت صاج؟ جبنة عكاوي تشيكي. ثانك يو ايمن، خليه يفتح المطار وبيبرم الدنيا. صاروا مأجلين لموعدة بالسفارة الأمريكية 6 مرات لأنه ما عم بيعطوا فيز لحدا. فضيقت اللي بياخد فيزا. إن شاء الله بنكون باك أون ذا رود تنروح لقيكم وألتقى فيكم كلكم كلكم. بدي تيجي تدوق جبنة سخنة. يلا. يلا. جاي لعندك. طب شو رأيكم نتركها هون؟ نتركها هون. هيك ببلش أنا وياك التحلية. يلا. يلا. إذا هاي رجعت سقعت عن جديد. يا دلي ممنوع. على فكره انفادي اختصاصها مش بس يعني عجين وصاج، يعني احنا هون عندنا كمان بنجي على الكرسي فيها العالم تجيب معها اغراضها مشاوي اللي بدها اياها وبتوصي تبوله فتوش بطاطا حمص اطيب تبوله بلبنان. عظيم. هيك السؤال اللي يعني ما جاوبنا عليه من على بكره. اليوم تجي انا جيت روقت صاج، على الغدا شو بتطعمونا وعلى العشاء شو بتطعمونا؟ هلا العالم بياكلوا صاج صبح ظهر عشيه ما في مشكله لانه يعني الدسمه يعني عند تعمل قورمة لحمة يعني هي تعتبر فيك تكلها على الغداء. هلا هي بالنسبة للمشاوي نحن ما بنتعاطى لحمة لأنه بتعرف اللحمة أيام تكون مش منيحة مش طيبة. فأكتر شيء هي بتعمل لهم مثلا تبولة فتوش حمص بس شيء روعة على الآخر يعني. وبتصير القصة على الكرسي بيجيبوا أكلوا معهم بيجيبوا مشروبهم ما عندنا مشكلة أي شيء. يعني واحد إذا بدك بيجي من كأنه بيستأجر الكرسي 100% صح. وبيفي يطلب من عندكم وبيطلب ما يطلب. أكيد بس أكيد بده ياخذ الرقم قبل ويدق ويحجز. وكرمال تتحضر له يعني يلا رقم التليفون يعني رقم التليفون 70-343-885 ساج ام فادي مقل الخف. اهلا وسهلا. ولا بالدسكريبشن تحت بالكومنت بالدسكريبشن رح تشوفوا رقم التليفون ورح تشوفوا الجوجل مابس لوكيشن صار فيكم تجوا لهون. يا خليل استراليا اشتقت لها لاستراليا بتعرف عبلي اجا استراليا انتم مسكرين على حالكم. لكن رح نرجع رقم التليفون ما لحقوا لان هون عنا بيساعدونا بيجيبوا لنا اياه للكل. فادي 70-343-885 عظيم. اكيد يفضل انه واحد 885 صحيح يفضل انه يحجز قبل بوقت بالاخص سبت واحد جمعه عشيه سبت احد اجباري. انتبهت انت الوحيد المبسوط من الاربع اخوه اللي بتحب تحكي بقيه كلهم مخبيين ورا الكاميرا. مش قصه بنحب نحكي ولا لا يعني بس انه هلا اني هيك شو بدنا نعمل. رائع. شو ستنا؟ الا ناطر تحليل. يا صار فينا ناكل من هيدا؟ ايه اكيد. سقع يعني فيك تجرب؟ تعمل له مشكلة. زبط تخيلك. منيحة؟ بتجنن. عظيم. هيك الصورة شو حلوة ها؟ بس مبين البيبسي. بيبسي لازم نخبيه نحطه جوا. ما بقى في غيره يعني. نحطه جوا. شو بدك تعمل؟ فيري نايس. الجبنة العادة يعني التقليدية ما في خلطة الجود كواليتي جبنة التشيكية اللي ميتها مزبوط وملحتها مزبوط جاي من برا منا الأردنية. كيف لقيتها؟ عظيم. أنا مبسوط بعجينتك تقلك المزبوط. ألف صحة. كتير. ألف صحة. كيف ناكس؟ يلا نرجع على تحلية.
بعد ما جربنا قرشة الخيارة على الميكرو لازم يطلع شيء كتير مهم. الخيار هلأني بعد ما طلع بلدي بعد شوي بنصير نجيب من عنا من الجنينة خيار بلدي وبندورة بلدي بس بعد بدها شوية وقت. هيك 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 ما حدا عم بيروج للسياحة بلبنان فيلا ما نطلع فيهم صاروا 550 انفاجي إيه. وعزميهم يجوا لعنا على لبنان. إيه تفضلوا صوبنا تندوقكم أطيب منقوشة عند أم فادي. عظيم أهلا وسهلا. رح نروش الخيارة تسمعوها من قدام. هيدي مش بلدية بعد شوي بعد بلدي شرينا بلدي معنا بلدي هاو ايه من الدكان بس بلدي الدكان بس اللي عنا غير عنا أطيب نحن زرعين هون. طارق شلهوب هاي طارق شو ماري ما سمعت الخيارة؟ ليش هون؟ بدي اشتغل هون. احنا ناطرين خلينا نخبركم ان اللبناني بضل بده يعيش ولبناني عايش و... ولبنان ماشي ومهما صار مزبوط فحش تحضروا اخبار الاخبار بتخبركم كيف هن بدهم يخبوا اغلاطهم وسرقاتهم ما بيفرجوكم الا الدراما. ناطرينكم تعوا احضروا بعتقد اللايف اللي عم تصورهم كل يوم من كل مناطق لبنان عم بتفرجيكم قديش اللبنانية وخاصة بتضيع عبالها تعيش. ماوستين كلام صغار ميني ماوستين فرجيتكم الميكرو قبل شوي فرجيتكم ستابلايزيشن الراوتر دايما معنا لا الانفستمنت هيوج بس تستاهلوا تحضروا جود كواليتي بريميوم كواليتي. كان بتعقد كل ما عم بشوف موزة وكل ما عم بشوف شيء من عندك عم بتضحك. Thank you so much. اوكي ما بعرف طلعت شوف فريد ناقص فيه لانه انقطع الفاز. كينج بيروت بنقول لك مرحبا والله يا ريت فينا نودي لكم نعيش على المانيا يا ريت. في كثير اشياء بتلعب دوره بالمنقوشه الطيبه المي مثلا ستنا نعم في كثير اشياء بتلعب دوره بالمنقوشه الطيبه غير الطحين غير الطحين النفس المي اذا بدك النفس لانه تعرف تعملها اصوله يعني مش كيف ما كان الا معدل يعني إلا معدل. انت بتعمل عجينتك اليوم او قبل النهار؟ قبل بليلة لانه تطلع وتطلع طيبة، إذا ما كان طالع على العجينة مش طيبة. اوكي وشوية خميرة او كثير؟ خميرة شيء بسيط لأنه هلا نحن بالصيف دغري بتطلع على العجينة، إذا بالشتاء بضطر أكثر شوي الخميرة لتطلع، إذا ما طلعت العجينة ما بتطلع طيبة. هيك أخذنا لكن شقفة زبدة شفتوا اللي صار هون؟ سلايس أوف باتر انحطت على العجينة بلشت تشربها قبل ما تستوي. وهلا صار وقت السكر. هاي ترايب تعبيرك تحسي الاجواء تعيشي لبنان وصنين وتشوفي احلى بلد بالعالم في لايف فيك تروحي تعملي كومنتس وتشوفي كنت قاعده عم بحضر هايلي لايف. لازم خبركم شغلتين كتير 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 مهمين. بكره كونتجور اسوار بكره بعلبك بكره بعلبك بكره اميزنج داي بعلبك بكره كولو طعمه بعلبك برمي بالسوق بليز خليكم بكره 8:30 توب كاميرا ببعلبك رح نعمل شيء كتير 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 حلو. اذا مش ما بيقدي ثلاثة طرابلس ابتداء من 8:30 كمان على بكره رح نعمل شيء بيعقد بالسوق القديم. قد ايه صار لكم ناطرين نروح على طرابلس؟ ثلاثة طرابلس. بدكم بعد؟ أنتوني سي هاي دورا. هاي دورا. مرته لجينا بقول لك تقول لها هاي. هاي دورا. دورا تبع الأولاد تبع دورا. مرته. دورا هاي دورا. لاستي وين هيدي؟
عاد عاد. الفينيسي هاليوم الغدا، الغدا يلي صورناه، الغدا اللي صورناه نهار الثلاثة مع الشفية الكوكينج شو، اليوم هو ذا اوفيشال لانش. فالغدا اليوم على الساعة مبدئيا شي 12، نحن نازلين كلنا سوا عائليا تقريبا على الساعة 11. فإذا حدا عم بيحضرنا بلبنان فيكم تلاقوني تحت فور لانش شوكليت. والله هيدا ماركة جديدة علي. كنا نوتيلا ايه نايس ماكستيلا كرييتيف مقبولة مش مثل صنع في مصر. حبيت same font creative isn't it لا بس في صنعة في باسكنتا، في صنعة ببتغرين توب 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 توب. شو اسمه؟ بيجي 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 جات كبير 5 كيلو كتير طيبة. في دارك وهيك حلو مع بندوق ولا حلو. بس في بندوق مثل ما مثل كوبي بيست صنعة في لبنان. نسأل عنها أكيد أحسن ما نجيب من برا. بتتذكروا ماري بتتذكري بالحلقة تبع فادي تبع الكعك بعين الأبو بتتذكروا ماركة الشوكولا اللي استعملناه؟ هاي حسين، هاي عدنان، زحلي سون عم نحضرها. يا عم نحضرها بيتر. كام وأريانا عم يلعبوا اليوم بوكر، هجينا على الطاولة مين بيزيد أكتر؟ so enjoying them، عم بيسألوا الكل. thank you بتحقتوا. هيدي بومبا هيدي هاي شي خويت. برجع شوي على المنظر لأن الهوايات عم تقوى والمنظر من هون بالزور بصوت العصافير مش معقول. الغيوم ورا ورا in the background هي بيروت وطرابلس أقصى اليمين. هاي مايك، هاي كينج، هاي وليد، هاي سامر. beautiful beautiful beautiful. هلا الحرارة بعرف يمكن شي 20-21 ما في رطوبة، ما عم نعرق، هواي كتير حلوين، ما في كتير شوب. قاعدة بتطول العمر مش مزحة يعني، نحنا ما بنصدق نيجي لهون نهار الجمعة بلا مزح يعني، ننزل 5 أيام على بيروت ما بنصدق أي متى بنرجع لهون. إذا شي نهار ما قدرنا جينا بنحس العمر بالوقت مش عم يقطع صراحة. قاعدة بتطول العمر بتعقد، لك الجبل ما أجمله، تجي لهون بترتاح نفسيتك. يلا منفرجيكم هاي. هيدا مين غير عمي؟ نال رح تنط نطة كتير قوية تروح تجيب لي تليفوني تنصورون. وينو؟ هوني. ومنودعكم لأنه لازم نركض، معي ساعة ونص تكون ببيروت. بدك تدوقها. بدي أقطع أجيب الأولاد. إيه هلا مدوق. فينا نقول انه الستروبريز فين يكونوا من لبنان والبناناس فين يكونوا من لبنان. باين ابل من عندنا مش ستروبريز هلا بعرفهم بين اكسلنت. في حدا عم بيقول، في حدا عم بيقول لازم اناناس، لا هول عم جرب نستعمل 100% لبناني الا الشوكولا اللي هلا دليناهم على محل لبنان. ان شاء الله الاراد بنكست تايم. هلا بعطيكم الاسم. ايه اكيد نفضل يعني ناخذ عنك. الله شو حلو، لازم صورك عم تاكل. شو حلو شو حلو. تحمسوا الشباب، تفضل. عايز اسيستنت ساعة الوردة. ايه والله انا بصور وانت بتجي بتاكل. ساعة الزبدة والسكر بتشربها العجينة، شو بصير؟ عندكم بسكوي قرشة. سمعنا يا نعم. ما زبطت. عن جديد؟ عن جديد. وحدة طويلة، وحدة صغيرة، وحدة محمصة مضبوط. هاي طعمة السمسم مش قوية. حطوا السكر عامل مثل التلج عليها.
محمصة كتير هيدي. ذكرتني بأكلة من كلها بالشتوية اسمها بقسمة. بقسمة؟ اللي هي ذكروني اللي هي تلج وبحط عليهم دبس العنب. بالتلج بمحل بيكون بعده تلج صغير بعد مش مكبوس ونضيف. بيجيبوا تلج النفناف. مظبوط. وبتحطوها بكيس وبتحط عليها دبس العنب أو دبس الخروب. أو ماي جاد. أو حيلا شي عصير. صح. يلا قرشة. سمعنا. أيوة. بدك تذوق بعد شوكلت. كويس. نعم هيكوها. السكرات شو مهمين. مدام ما دقيت. أنا إذا بدوق مثل ما هو بيدوق بصير تعرضة للسطيحة. ألف ساعتين. أنتوني بعد ما خلصنا. شو بعد فيه؟ أنت مستعجل بدك تفلم إحنا بعد ما خلصنا. فادي شراب التوت من عنا من الضيعة ومن الجرد كمان، الشجرة موجودة هون. أوكي. كتير رائعة. شراب الورد، من وين جبت الوردات؟ ورد جوري من عنا كمان. هيدا مربى شو؟ طبيعي مربى الكرز. مربى الكرز كمان من عنا. شغل انفادي شيء روعه. ولا انت لازم تعمل شركه وتكون ماركتنج مانجر عليها كثير قوي او سيلز مانجر لازم يعني بيع الكونسيبت تبع امه توب رائع رائع. لا لا هلا نحن يعني عم نحكي الحقيقه مثل ما هي يعني شيء رائع عن جد. هلا اني بتاخذهم معك وبتدوقهم. انا مرسي مالي عزريني مش ما بحب كل شيء. انا باكل كل شيء. ستنا يلا اخر شيء بنقول لهم رقم التليفون نحن وين بنعزمهم لعنا وبنودعك وبنلتقى فيك ان الله راد بمرحله ثانيه يمكن بيجي بتغدى عنا وياك. اهلا وسهلا فيكم 70 343 885 و شو انه كيف بيجوا لعندي؟ كيف بيجوا لعندي؟ ما قلت لك هذيك الساعه من باسكنتا. من باسكنتا بدك تطلع بتوصل على مفرق صنين. بدل ما تطلع على صنين دائما مرسيسين وبيطلعوا. ايه من حد مرسيسين وبيطلعوا تيوصلوا على مفرق صنين. ما بيطلعوا صنين بيطلعوا لعنا في ارما كبيره محطوطه عليها ساج ام فادي وبضلهم طالعين. وفي بنص الطريق كمان ارما كمان بضلوا واصلين لعنا. بدهم شيء قد ايه؟ شيء كيلو كيلو 20 دقيقه بكونوا عنا. واذا اجوا من الزعرور بدهم ينزلوا على الشخروب. من الشخروب بيطلعوا على مفرق عليهم. يلا جوجل مابس. اوكي ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. ميرسي للترويقة اللي بتعقد 550 شخص بتاخذوا العقل. ان شاء الله نقدر نضلنا بهمتنا تنفرجيكم لبنان واحلى بلد بالعالم ونعرفكم على الناس الطيبين يلي ما في منهم. رح فل هلا معي ما ورد ما زهر. ترويقتها كانت كتير كتير طيبه. نلتقى بعد شوي اذا بدكم صوب 11 11 ونص ان الله راد. واذا عندكم اذا مشغولين خليكم معنا للاربعة 4 ونص بعد الظهر من البروك. Thank you so much. مرسي لكل دعمكم لمساندتكم لوقفتكم معنا لضحكتكم للجو اللي عم تخلقوه. ان شاء الله يا رب شي نهار كلكم سوا نلتقى بهالمنطقة هون ونعمل اكبر حفلة بلبنان ونلتقى. احنا مشهورين بالكرز كمان. هودي كمان.